الأصحاح السابع عشر. وبعد هذا الكلام رفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: يا أبي، جاءت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك، بما أعطيته من سلطان على جميع البشر، حتى يهب الحياة الأبدية لمن وهبتهم له. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك، ويعرف يسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك في الأرض حين أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله، فمجدني الآن يا أبي عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. أظهرت اسمك لمن وهبتهم لي من العالم، كانوا لك فوهبتهم لي وعملوا بكلامك، والآن هم يعرفون أن كل ما أعطيتني هو منك. بلغتهم الكلام الذي بلغتني فقبلوه، وعرفوا حق المعرفة أني جئت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. أنا أصلي لأجلهم، ولا أصلي لأجل العالم، بل لأجل من وهبتهم لي لأنهم لك. كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو لي، وأنا أتمجد بهم. لن أبقى في العالم، أما هم فباقون في العالم وأنا ذاهب إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم باسمك الذي أعطيتني حتى يكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. وعندما كنت أنا معهم حفظتهم باسمك الذين أعطيتني، حرستهم، فما خسرت منهم أحدا إلا ابن الهلاك، ليتم ما جاء في الكتاب. والآن أنا ذاهب إليك، أقول هذا الكلام وأنا في العالم ليكون لهم كل فرحي. بلغتهم كلامك فأبغضهم العالم، لأنهم لا ينتمون إلى العالم كما أنا لا أنتمي إلى العالم. لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ما هم من العالم وما أنا من العالم. قدسهم في الحق لأن كلامك حق. أنا أرسلتهم إلى العالم كما أرسلتني إلى العالم. من أجلهم أقدس نفسي حتى يتقدسوا هم أيضا في الحق. لا أصلي لأجلهم وحدهم، بل أصلي أيضا لأجل من قبلوا كلامهم فآمنوا بي. اجعلهم كلهم واحدا ليكونوا واحدا فينا، أيها الآب، مثلما أنت فيا وأنا فيك، فيؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا مثلما أنت وأنا واحد. أنا فيهم وأنت في، لتكون وحدتهم كاملة، ويعرف العالم أنك أرسلتني وأنك تحبهم مثلما تحبني. أنت وهبتهم لي أيها الآب، وأريدهم أن يكونوا معي حيث أكون، ليروا ما أعطيتني من المجد، لأنك أحببتني قبل أن يكون العالم. ما عرفك العالم أيها الآب الصالح، لكن أنا عرفتك وعرف هؤلاء أنك أرسلتني. أظهرت لهم اسمك، وسأظهره لهم، لتكون فيهم محبتك لي وأكون أنا فيهم.